السلام الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله جينا نوريكم ماكينه تاع 56 من الداخل باش تاكدوا بالله انها هي 110 كلها، فهمت؟ نبدا معكم من البواط فيتاس. هاي انا احسب عليكم حسب ابراهيم. بسم الله. تعرفوا البواط فيتاس فيها ديال 110، فيها 24 سنة، بينو تاع كاطريم فيه 24 والاخر اللي قدامه هذا فيه 23، هادو هما اللي تكونوا ديال 110. صباح عبد الرحيم. 24 ياك. شحال فيها من درسه؟ 23. اي 23. ها الجبرو كان شتو فيها كورس كبير. ها شاهد باقا لاصقه هي في الفوله، ما نيتك باقا ما حيدنا باش ما تقولوا راه حيدتها ودرتي واحده اخرى. شتو هي باقا لاصقه في الفوله ما نيتك ديالها. حنا حلينا نتاكدوا لواحد الكليان قال لك حل نشوف انا الماكينه من الداخل شنو فيها، حلينا له هاي شتو. فبواط فيتاس ديال 110 لامبرياج هاي 8 ثقالات، 1 2 3 4 5 6 7 8 ثقالات. شتهم؟ اه 8 8 8. كلشي فيها 110، يعني شحال من واحد تيبقى مشوش من ناحية 110. ها السيلندر ديالها يا جماعة ما فيه حتى شي امبالاج، شي سمية ولا شي حاجة من غير جواب ولا بلاصان ولا جواب ولا ناكاطا ولا شي حاجة. شتو ها الكلاس ديالها تاهو دوريجين. شتو الماكينة كلها 110. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تابونا في القناة.